السلام عليكم. رح نحكي اليوم عن الألتروفورمر. الألتروفورمر أو الهايفو هي أهم تقنية غير جراحية في شد جلد الوجه والرقبة. يعتمد هذا الجهاز على استخدام الأمواج فوق الصوتية عالية الكثافة والتركيز. طبعا تستمر النتائج بالتطور والظهور خلال 3 أشهر بعد الإجراء. من أهم الاستخدامات السريرية للهايفو أو الألتروفورمر 3 هي شد جلد الوجه والرقبة، تحديد الفك السفلي، رفع الخدين وعلاج الذقن المزدوجة التي تحدث إما نتيجة التقدم في العمر أو نتيجة زيادة الوزن. مجمع فاليو الطبي، لأنكم القيمة الأكبر لدينا.